بناء على التصويت اليوم راح نحاول نفتح الهرم، وكالعادة الغاية من هيدي السلسلة انه نحاول نفك كل الالغاز لحتى نقدر نفتح الصندوق. لكل شخص جديد بعرفكم بحالي، معكم ابراهيم عباس المعروف باسم فيو. مكتوب هون انه المفروض تنحل بحوالي 60 دقيقة. ما شاء الله ما شاء الله، هون مكتوب باللغة الألمانية وهون بالإنجليش. يلي عباله يقرأ القصة يوقف الفيديو. كاتبين هون ما لازم نفتح الهرم باستخدام القوة، وكل شيء بينحل بالمنطق، يعني مثل الصناديق اللي حلينا هون قبل، الحلول كلها منطقية. قواعد اللعبة، لازم نبلش من تحت، وأرقام البازل يلي لازم نبلش فيهم محطوطين تحت. بعد ما نحل كل الألغاز لازم يفتح بهذا الشكل. كالعادة رح بلش فاجيكم كل وجوه تبعته وبعدين منبلش. أول شي في معنا هون أرقام وفي معنا أسهم، وهدول الأسهم بيتحركوا. هون في معنا مجموعة أسهم عم يدلوا لهون، وهون في معنا كأنه كمان سهم عم يدل لهون. نبرم لهون كمان نفس الشي، في هون مجموعة أسهم وفي هذا السهم الصغير لهون، كمان نفس الشي هذا الوجه، وكمان نفس الأسهم متكررين هون. هون في معنا هذا الشكل، هون في معنا رسمة مع نقط، وهذا شكله مثل دولاب بيبرم. طيب لكن هذه هي كل التفاصيل، خلينا نبلش. طيب اول شيء رح نبلش تحت، قالوا لنا قال في ارقام البازل موجودين. في معي هذا الرقم، هذا الرقم 4 وهذا 3 وهذا 2 وهذا 1، 1 2 3 4. فاذا لازم نبلش من الواحد، عند الواحد في سهم، بعدين في هذا الشكل مثل زيكزاك هيك، فبدنا ندور هلا وين فينا نلاقي هيك شكل مثل الزيكزاك. هلا في معي بس هذا الشكل الزقزاق، بظن انه هذا الشيء نفس الشيء هذا اللي هون. حاطين سهم وحاطين زقزاق، رح احاول ادفش هيدي. وبدفشها ما في شيء. زقزاق وعين، يعني لازم نطلع على شيء وزقزاق. ليك قدرت ادف او تمام. هلا هي الخشبة مرسوم معنا هذا الشكل وفي هذا السهم، كأني لمحت هذا الشكل حول الصندوق انا بشي محل هون. ليكو ليكو هيدا الشكل حاطين لهون كمان خط بس متقطع. معقولة هون هلا لازم ننتقل للخطوة الثانية دغري؟ هيدي بالدوار او قلم كالعادة. لاحظوا هون في معي هيدي ناقص سهم، هيدي ناقص هي يساوي شي، وهيدا زائد هيدي يساوي شي. طب خليني انا ارسم هيدي اول شي اللي هون. طيب لحظة شوي، خليني بس جرب هيك شي اختراع من عندي. هيدا الشكل رح نقصه من السهم، رح حاول شيل هيدا السهم من هيدا الشكل. بدي جرب، يعني هيدا الخط تبع السهم منشيل منه هيدا الشيء، وهيدا الخط منشيل هيدا اللي فوق. بفضل معنا هيدي ناقص هي يساوي مثلث، ما في إلا هيك، هيك مبين معي. طيب لكن أول شيء مثلث هون، هيدي زائد هي يساوي شو هالشيء؟ طيب هدول الأشكال موجودين بشي محل هون؟ لا موجودين هون، ما في هالاشكال هي اللي عم برسمها انا الغريبه، منها موجوده. هيدا الخط لشو؟ يعني انا اذا قصيت هيدي مثلا من هون اكيد ما بدهم يعني قصه، لا ما في شيء استخدام القوه، كله بينحل بالمنطق. اذا هيدي قصيتها وخليت بس هيك طلعوا من لا شكل، كانه رقم 3. لا قولوا هيدي رقم 3 يعني قصدهم. لحظه شوي، معقوله ما تقولوا لي هدول موصولين مع الارقام بشي طريقه؟ لا طلعوا شو شفت. اذا حطيت اصبعي هون هيدي رقم 3، انا قسمتها بالنص. اذا حطيت اصبعي هون مثل كانه رقم 6، رقم 5، رقم 7، رقم 1، رقم 4، ما بعرف مثل رقم 2، وهون مثل رقم 1. يعني هيدي ناقص هي بيساوي شيء، بدنا نركبه هون بالارقام. خلينا نجرب، يلا الاولى 3. لا بس رهيب الفكره، ناقص 1 يساوي 2، 6 زائد هيدي 4 يساوي 10، 5 ناقص 2 يساوي 3، و7 زائد 1 يساوي 8. 2 و10 و3 و8، معقول 10 يعني قصدهم 0؟ خلينا نجرب. اول وحده 2 رح احط هيدي على 2، 10 يعني 0، 3 اخر وحده 8. طيب عم حس هذا الطبقه كلها سوا عم تتحرك، هي الطبقه كلها عم تتحرك. لحظة هدول بيبرموا كمان، فيني ابرم كل قطعة لوحدها.
هيدي اللي فوق ما بتبرم، بيبرم بس هذا المدرج وهذا المدرج. عند كل مدرج في هذا الشيء في مجموعة أسهم، وفي هيدي وفي كأنه شيء هيك جوا هون مخبى. عم جرب اسحبه بس ما عم ينسحب. معقول هذا بينبرم مثلا؟ اوه هيدي الطبقة كأنها بتتحرك. هن مدرجان اثنين، هيدي اللي عليها الأسهم وهيدي المدرج اللي فوق، هدول عم يتحركوا بس متصلين بالأسهم هدول. طب لحظة رح أرجع بدل، ححط 3 و 8 فوق هون، 3 وال 8 هون، ورح حط 2 هون، وآخر شي تحت بدي حط 0. ما عم بقدر أبرم شي، علي هي ما عم يعلى شي. عم جرب كذا مرة بركي إنه الخشب معلق أو شي، حأرجع عيد. ليكا قدرت اسحبها. اوه واخيرا ليكم المنظر جوا مثل مفتاح. حلو كتير حلو. هلا صار فيني ابرمها. هيدي كانت معلقه هيدي لانه تبرم، بس لحظه ما قدرت ابرمها الا لهون. ها بينوا معنا هدول اللي عم قلكم عنهم، طلعوا في 4 على كل الجهات وفينا نسحبهم. يا دخيل الله، بس الواحد يبلش يحل شعور. بدكم الهرم ما هيك؟ تكرم عينكم، بس فعلا صار شكله رهيب. الرموز كلهم موجودين بنفس الترتيب، ما في رمز مختلف عن الرمز التاني كترتيب. هلا الثلاثة في معنى لازم نحل هيدا الشيء، يمكن هيدا الشيء متعلق هون بالرموز شيء، ليكو الدبليو اللي كنا عم نشوفها قبل، حرفين دبليو حط بعض، وهيدا الشيء شفناه قبل، وهيدا وهيدا، هدول موجودين هون بهذا الدولاب. ليكم مثلا لاحظوا هذا الشكل بعد ما برمت الدولاب، بيشبه هذا الشكل تماما، هذا الشكل الاول بس كانه مقسوم بالنص، وهذا الشكل كمان موجود هون نفسه ذاته ليكو بس قاسمينه بالنص. وفي شغله ما كثير عم عيرها انتباه، في معنى هدول النقط، هدول النقط اكيد لهم عازه، ما حاطينهم على الفاضي لانه طلعوا بس عم ببرمها مثلا بشكل معين، طلعوا فيكم تشوفوا خلال النقط، يعني طلعوا هون مثلا في نقط سكرت في نقط فتحت، هون كلهم مسكرين الا نقطة واحدة مفتوحة. عنا 3. حتى على فكرة في شيء كتير مهم، حتى حواليهم لهدول الرموز الصغار اذا لاحظتوا مثلا هون مثل دمعة، هون مربع، هون مثل عين، هون مثلث. يا جماعة طلعوا هدول الرسمات، هيدي الصغيرة شفتوها، هيدي موجودة هون ليكية الصغيرة، وشفت هيدا الشكل كمان، تذكروا هيدا الشكل موجود هون. طيب وهدول طالما بيبرموا فاكيد بدي ركب الاشكال على بعض لحتى يصيروا الاشكال مزبوطين. طيب خليني اشوف اول شيء مثلا هيدا الشكل او هيدا، هيدا اسهل شيء خلينا نركبه. في عنا مثل سفينه فضائيه كانه، اكيد بس ركب شكل كلياتهم رح يركبوا صح لانه كلياتهم بيطبعوا بعض هيك المفروض. ركبنا الراس مع هيدي، بدنا نبرمهم اثنيناتهم لحتى يركبوا عند هيدي القطعه اللي هون 100%. ليكم ركب هيدا الشكل وتطلعوا ركب هيدا الشكل وهيدا كلهم ركبوا. هالاربع اشكال موجودين تحت، المفروض انه نحن خلص حلينا هلا هيدي الطبقه، هي ما عم تفتح لانه اكيد لسه في مرحله وحده يلي هي مرحله الدولاب. هلا بدنا نبلش بهدول. رح بلش اول شيء بهيدا الشكل، اول شكل معي فوق يلي هو هيدا، رح شوف كم نقطه عم تبين معي لما حط هيدا الشكل، يعني هذا الشكل لما ينحط تحت بالمربعات محطوط، رح شوف كم نقطة ببين معي من هدول. مبين 6 نقط، 6 هيك رح اعمل. مش بس عدد النقاط، حتى في عنا الشكل تبع النقط رح ارسمه مش مضيع. هيدي في عنا وحدة مفتوحة، مفتوحة، مسكرة، مفتوحة، طلع معي 6 نقط مفتوحين وبهذا الشكل. هلا W في معنا 5 نقط. هلا احلى شيء مثل كل مره بقعد برسم برسم واخر شيء بيطلع على الفاضي، تعودتوا علي ما هيك؟ هدول كلهم مسكرين، انتبهوا انا هون كنت عم عد المفتوحين، يمكن المفروض اعد المسكرين، فرح احط عدد المسكرين هون 2 3 5. هون في معنا 0 مفتوحين وهون في معنا 2 مفتوحين. طيب هالارقام وهيدي الاشكال كلها بشو بدها تفيدنا بفتح الصندوق؟ حاسه عم بيعلي كثير لفوق، قرب يفتح، لسه في بس خطوه وحده، وبشك انه علي استعمل الارقام هون لانه هيدي خلص استعملنا الارقام فيها وبرمناهم، يعني طلعوا هيدي اصلا صارت مخربطه،
بطلت تفيدنا بشي. ليش معنا هدول السهمين؟ في إلهم عازة، في إلهم ضرورة. هلأ أنا في شي خطر لي صراحة، رح أعتبر إنه هيدي رقم 1 2 3 4 5 6 اللي خطر لي هيك شوي صعب، بس بدي جربه. أنا اللي عم يخطر لي إنه في إشارة من هدول لازم نحطها عند شي سهم من هدول. إذا منحط نفس الإشارة عند كل الأسهم رح يفتح هيدا اللي فوق. بس كيف بدنا نعرف الإشارة؟ على حسب عدد هدول النقط. رح أنسى هدول الأرقام. بعد صراع شي 10 دقايق ربع ساعة في شغلة صغيرة بس شفتها، ما بعرف إذا بتفيدنا، بس هدول الأشكال يلي تحت موجودين هيك بقلب قصص، يعني هيدي دمعة، هيدي مثل العين. لاحظوا إنه المثلث له 3 زوايا، هيدي 4، هيدي 1، هيدي 2، 1 2 3 4، هيدي 5 6، أكتر وحدة فيهم هي 8 زوايا يلي هي هي. وهون في معنا 8 نقط. هلا أنا بفكر إنه هدول خلصنا منهم، ما بعرف إذا خلصنا ولا لا، بس فعلا يعني عدد الزوايا بهدول قد عدد النقط. خليني اخذ هدول الاشكال اللي انا ركبتهم صح، وكل وحدة اكتب الرقم تبعها. البقيين ما بظن بيفيدونا، بيفيدونا بس هدول 4 اشكال اللي فوق. في معنى هذا الشكل مثل طائر هيك معين مع هيدي العصا. خلص طائر وعصا بلا رسم. في معهم بس 2، هذا الشكل الفضائي 1 2 3 6. هذا الشكل راح سميه بازيلا لانه بيشبه البازيلا، عنده 1 بس، كأنه شخص قاعد وفي حده حية هون فاتحة تمه. شخص وقف أعوذ بالله عنده 3، 1 2 3 و6. أوه والله خطر لي شيء. لحظة، هيدا الشكل تبع البازيلا محطوط عليه 1، يعني لازم نحط أول علامة هون، ما هيك؟ رح جرب. الفضائي يلي هو هيدا الفضائي محطوط 6، فلازم حط سادس شقفة هون، هدول 2 لازم نحط لهم 3. بسم الله ما زبطت. رح ارجع اجرب هلا الارقام بالمقلوب. هلا رح بلش الواحد من تحت. البازيلا هيدا عنا هون الواحد رح احط له اياها. طائر وعصا عنده 2، رح احط تاني سيمبول. بسم الله ما فتحت، كأنه حتطلع بس ما عم يمشي الحال. بس والله أفكاري منطقية، ما هيك؟ هو بدي شوف شو المشترك بين هدول وهدول، شو هي الشكل الصح لحتى يمشي الحال. أوه يا الله، شوفوا شوفوا شو هالنسوة. طائر وعصا عندها 2 هون، أنا فكرت عندها 2 دويرات. والله ضايع على الأخير أنا. يعني شوفوا طائر وعصا عنده 2 زاويتين، فرح نشوف شو هو الاثنين المفتوحين ومناخد السيمبول تبعه ومنحطه على جنب، بنشوف شو بيصير. مشان فرجيكم شو عم بيصير. طائر وعصا في عندها كام زاوية؟ 2 زاويتين. هلأ منروح عند الدويرتين المفتوحين ومنشوف أي رمز بيطلع لنا هون. لحظة مني أنا كاتبهم هون، ليكي لما كان معي 2 مفتوحين عم يطلع لي هيدا الرمز، فطائر وعصا بدي حط لهم هيدا الرمز. والله العظيم إذا بيطلع الحل هيك، الفضائي عنده 6، مين اللي عنده 6 نقط مفتوحين؟ هيدي خبز. بازيلا عنده 1، الواحد هي شخص وقفعة 3. إذا ما مشي الحال فعلا مشكلة. هلأ رح بلش ركب، بدي انسى الأرقام. طائر وعصا عنده هيدا الشكل، فرح حط هيدا السهم عند هيدا الشكل. هيدا فضائي اللي هو هيدا عنده هيدا الشكل تبع الخبز، محطوط تبع الخبز. بازيلا عنده هيدا الشكل يلي هو هيدا. شخص وقفعة هيدي عنده هيدا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا. شو عم بيصير؟ معقولة هيك؟ معقولة؟ ما بده يفتح خلص. مصر والله كأنه حيطلع. شو اللي معلقك؟ بس فهمني شو اللي معلقك هون يا جماعة. ليه موجود معنا سهمين؟ أنا ما عم بفهم. لاحظوا هيدي العلامة الصغيرة، لاحظوا. واحد تقولوا لي مش بدي حطها عند السهم، بدي أقربها شوي لقدام مثلا لحتى تصير هيك. لا بدي أرجع عيدهم. بازيلا رح أقربها أسا لقدام هيك. هيدي 3. اختلفت العملية كتير، صرت عم حط الرمز بوسط الأسهم. 2 ما خصني فيها، خصني بهاي، يعني هاي بدي حط الرمز هون. أسا الأخيرة بس فضائي 6. بسم الله والله عم يعلى، والله كأنه حيفتح. والله يعني 100% هيدا هو، ليكو فتح. طيب بعدين
الشيء هون منو محطوط صح؟ هيدي الأفعى والشخص هي ها. بسم الله. ايه الله أكبر الله أكبر. شو حاطين لي جوا؟ حاطين لي بازل جديدة. يا الله شو حلو، رهيب والله رهيب. بس عقدني يحرق ديب هالأسهم، بطلت افهمهم. هات لركب هيدي رسالة شكر أو شيء من هدول، عرفتون أيام. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Bernard Shaw. وهيدي يمكن بنحطها هيك. For display. ما تقولوا لي كده. فعلا ما بدنا نوصف قديش رهيبين كيف بيصنعوا بيخترعوا هالقصص كلها سوا. فعلا شيء رائع جدا. باي باي.